مساء الخير عليكم مستمعين ومحبين برنامج أسرار القلوب. عدنا لكم في حلقة جديدة كالعادة، أحبكم أعشقكم أموت في هواكم. فما أمنك تكون بحر من الكلمات ما عديش نفيك ولا شيء عندك سيدة تستحقك. فشكرا ثم شكرا ثم شكرا على كل شيء. كالعادة ما يمكن لي نبدأ إلا بأحسن وأعظم شيء، ما يمكن لي نبدأ إلا بسم الله، يمكن لي نبدأ إلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما ثاني شيء باش ندوزو براحة نفسية، طمأنينة وسكينة، والله يذكرون في من عنده، أفلا بذكر الله تطمئن القلوب. لهذا الحلقة كاملة ما نسوش ذكر الله. وقبل ما ندوزو الحلقة ديال اليوم، ما عرفت علاش نتوحش سبحان الله البجال، تنتوحش أكثر ما تنتوحشوها نتوما. واسمعني غادي نقول لكم كل أعماق قلبي، قاعد داك اللي مضيوم هنا في هذه الحلقة، شكون مضيوم؟ شكون اللي طالع عليه الدم؟ شكون حاس براسو صافي مخنوق؟ هاد الهضره غادي نقولك انت من دون هاد الناس اللي تيحس براسو مخنوق، اللي تيحس براسو طالع ليك الدم مزير مخنوق كاره الدنيا وما فيها. سمعني مزيان، سن الله يفرحك، الله يساعدك، الله ينور لك طريقك، سن الله يجعل ابتسامه من مراتك طاوشك، الله يرزقك شي فرحه ما قريب ما كنتيش عوال عليها، وتنعس ديك النعسه اللي مرتاح البال، عاد تنعس وما حس، عاد ديك النعسه ديال ما تفكر في والو، دماغك مهني، والله يغنيك، سير الله يرزقك من حيث لا تحتسب. وكاين بزاف ديال الناس اللي صيفطوا لي بدر، عافاك دائما انا بالدريه الصالحه، شتي كثر من هذا الحب ديال في يا ربي يرزقكم عما قريب، اللي بغى الدريه الصالحه الله يرزقك الدريه الصالحه عما قريب. كل شيء كتب امين لعل الله في سماء الدنيا. شوف عرفتيش هاد اللحظه اللي جالسين الناس ملهيين وكل واحد عرفتيش هاد الله تيقول هل من داعي فاستجيب له، كاين شي واحد باغي شي حاجه؟ لهذا اسم الله ديما امين، ما تخسر والو، امين كنا نكتبوا امين. وهادي لكم كاملين، سي الله يغنيك، الله يفرحك، الله يهديك كل من ويتيه بخاطرك ويكون فيه خير ليك. وشي الاول بالنسبه للامهات اللي معانا، والله سنحبكم وحق الله، الا الله يبدا بلا امهات ما كان غيكونش احسن الله. شي والله اللي باش نكونوا احنا الشباب، باش نكونوا واضحين، لولا الامهات فضل الله والله ما كان غيكون هذا هو الاول في المغرب، الاحترام وفي الادب وفي الاخلاق وفي هادشي كامل، لولا الامهات اللي معانا. بس بلا ما نبقى نقولوا حق بدر الهلالي ولا بدر، الامهات هما اللي منورينا والدعوات ديالهم وغير المكانه ديالهم معنا فضل الله، هما اللي مخلينا ناجحين والله العلي العظيم، الدعوات ديال الامهات. فما يمكن لي نقدم لكم الا نقول لكم سي الله يطولنا في عمركم ويخليكم لينا، تاج فوق راسنا هنايا هنايا، تاج فوق راسنا، ويخلي لك وليداتك يا رب، وسلي خلي لك صحيحتك، والله يرزقك شي حجة عمرها عما قريب، وحتى الآباء كذلك الله يرزقكم شي حجة عمرها عما قريب. وآخر شيء الله يلاقينا في جنة الفردوس يا رب، الله يلاقينا في جنة الفردوس إن شاء الله. بالمناسبة اليوم كنا يمكن ندوزو بزاف ديال القصص على ما أظن، لهذا ونحاول بلا ما ندير مقدمة ياك، بلا ما نعاودكم أنا شي قصة ولا نعاودكم شي قصة، من الأحسن خليوها حتى الحلقة الجاية بطبيعة الحال ونعاودكم شي قصة، فباش نقدروا ندوزو بزاف ديال القصص ونعطيو الفرصة لبزاف ديال الناس ديال داك الناس اللي باغيين يخويو. كذلك حتى نتوما إلا بغيتو تعاودوا القصص ديالكم صيفطوا لنا ميساج عبر الصفحة الرسمية بدر هلالي بي أ دي إغ إي إسباس إتش إي إل أ إل إي. كذلك جو كخوا اليوم أنا استقبلتها عبر الواتساب، فعلى بركة الله باش بلا ما نطول نبدلوا الصوت، وتنتمنى كلشي يدير بارطاجي وقليب. يلا إخوان شنو زعما، الله يبلي فيه الأمهات ميستاش يكون هو الأول، الله يبلي فيه الاحترام واسم الله ميستاش يكون هو الأول عربيا ماشي غير في المغرب. شنو زعما ما نكونش حنا الأول في العرب؟ شنو زعما هما أحسن منا اللي تيخسروا الهضرة، أحسن منا اللي تيتفرجوا في التفاهات؟ الله يبارك هو ديال الأمهات والآباء، هو خص يكون نمبر وان الإخوان. فعلى بركة الله كاع القصص اللي غيدوز معنا غيكون الصوت ماشي الحقيقي، هو صوت مستعار احتراما اليوم باش ما كاينش اللي يتعرف على الصوت ديالهم. فعلى بركة الله نبدلو فوالا، نتأكدو أن الصوت مبدل فوالا،
باش بلا ما نطولوا على بركه الله نسقلوا القصص اللي غيدوزوا معنا. يلا الاخوان كلشي برك على قريب، كل واحد يطاقي شي واحد من عائلته. اخوان كل واحد يطاقي شي واحد من عائلته، كل واحد يطاقي شي واحد يقول راه الهلال اللي رجع، راه الهلال اللي رجع. وبارطاجيو هذا اللايف كاع لي جروب في لي باج، انفيتيو صحابكم. هذا اللايف هذا الصراحه ديال الامهات وخاص يكون ديما الاول بصراحه. فعلى بركه الله شوفوا القصه الاولى اين هي، اين هي القصه الاولى؟ صوت الموسيقى مجاج بزاف فيك يا اخوان، صوت هو هذاك اخويا بدر. فوالا نسقلوا القصه الاولى على بركه الله. الو السلام عليكم. اختي صافا لاباس عليك؟ هانيه. الو اختي ما تسمعوكش. اختي صوتك بعيد، ممكن ديري الكيت؟ اخويا دير. ممكن تعيدي؟ لا والله يا اختي صوتك بعيد، اختي صوتك بعيد بزاف. الو اخويا بدر صوتك دابا مزيان، دابا مزيان. مرحبا بك، مرحبا بك، خليك هكا صافي. اخ اخويا تتبكي ولا شنو؟ مرحبا، شنو السميه ديالك؟ الو اخويا ريم. شنو السميه؟ ريم. انا البنت اللي طلعت معك في الليل. ريم تقدري تفكريني يا ريم في القصه؟ ريم انا اخويا البنت اللي عفاك صوتك تيتقطع. ريم ريم سير شي بلاصه فيها الكونيكسيون عفاك. واخا خويا دابا كتسمعني؟ كملي ريم، شنو هي القصه فكريني فيها عفاك. انا البنت اللي عندي وليد وتحرش بيا الاب ديالي. عندك وليد وتحرش بك الاب ديالك؟ اخويا والله ما عقلت الصراحه. عشان تقدري تتكلم؟ جوزني بزز عليا. اها بعد اخويا ما زوجني بالعقل. اها ملي زوجني اخويا بالعقل داك الراجل من بعد ما ولدت معاه وليد نكرني انا وداك الوليد. اها كرني اخويا انا وياه وارتكب جريمه قتل ودخل الحبس. اه بديت نعقل على شي حاجه بحال هكا. يلا دزتي معايا مؤخرا. لا خويا يلا دزت معاك. اها قلت لك اخويا بلي الاب ديالي هاد الايام كيتحرش بيا وبزاف ديال الحوايج. اه فاش قلتي لي راه تيتصرع عليك وما عندك ما دير. اه فوالا. اها خويا تعدى علي. تعدى عليك فوقاش هادشي؟ عاد عاد مور منين طلعتي معايا في الليل. خويا منو؟ نعم بغيتي نعاود لي؟ صوتي تقطع، صوتي تقطع. عاودي يا ريم. واش نعاود لك خويا حيت لك شي ضرب؟ مرحبا ريم. تفضلي يا ريم. خويا آه. نهار طلعت معك في الليف كان عندي واحد الامل ديال انه يتبدل ديال الندم. آه. مشيت اعتذر مني ولا شي حاجه، يقول لي سمح لي
شنو اها هو بلحاني ضرب ماما وجر عليها منظر وخلاني ما ترجيت ماما باش ما تمشيش كافك بقي معايا ومشيت وخلتني وجد خويا نخرج من الدار شد لي ولدي اللي ما تخرجيش اللي خرجتي مع عمرك وغتعاودي تشوفي اقدرش نخلي ولدي خويا فاضل اقدرش نخليه ونمشي وهو صغير وتذلك أخي سد علي وفرد علي نشرب معه قلي لما وفقتش حاولي تحبسي خي حاولي ما سبكيش باش نسمعكم زيان لأن تسمعوا كلمة وأخرين لا لأن أغلبية الصوت ما سمعناش سيسي بلاصه فيها الكونيكسيون الو عفاك خليني الو خويا وي تسمعك اه كملي قلت كنت ترجع فيه عفاك خليني خمشي في حالي ورحمنيش اخويا فاضل ما جمعتيش عليها الجوقة ما ضربتي ما جربتي شي حيلة ما درتي والو راكي ساكنة حدا الناس ساكنة ما ساكنش في عروبية ساكنة حدا الناس لا لا خويا ساكنة في عروبية ما حدي حتى شي واحد اقسم لك بالله اها بغيت نخرج شد ليا الولي انا ما قدرتش اخويا ما قدرتش نخرج ونخلي ولدي أقدرش نخرج ونخليه هو بقي صغير قلي ما عمرك وقت حولي تشوفي نعين الله ومن بعد شنو بشي يسد عليك بعد أخوي جا دخل عندي قلي دابا يا غادي توافقي وديري معايا اي حاجه بالريده ديالك يا غادي نمارس مع ولدك شنو في نظرك اخويا فاطر غندي الموت ما توافقيش ما غاديش نقول لك بحال الناس بالسيف عليك وماشي بالريده ديالك انا تنفضل تموتي على انك توافقي صراحة يا خويا باطر اه قلت لي خلي عليك ولدي وهو باقي صغير وما عارف والو عافاك خلي عليك ولدي ما تقيسوش عافاك ما تقربش لي بقيت كنحاول عافاك شوف انا بنتك انا راني من رحمك راح عمر حشوف ماما هادشي ما كيدارش عافاك راني بنتك نعم آه.
خويا باطر رحمني عني فني بس زيدي بقاك يضرب فيا بقاك يضرب فيا واخا علاش ما عيطيش للجندارم في ديك الفرصه اللي كان تيقول كي ما وافقتي تعيطي للجندارم تعيطي شي حاجه ما قدرش علاش علاش ما تقدريش قدرت بقيت حتى حتى شي فرصه واخا ومن واخا ومن بعد ويلو خويا صافي لك مزال معاك دابا انا زيت ولدي مشيت عند واحد البنت صاحبتي ما عاودت ليه والو كنت دابا بغيت نكون قوية على قبل ولدي انا اصلا يعني بصح فقدت الامل مبقاش عندي حتى شي امل في الحياة والله خويا بدر صافي عييت دمرت ولكن ودابا شنو هاد الشيء ديري تاش خدمي ولا وي بغيت نخدم واخا بغيت نوكل اين مدينة على قبل ولدي اين مدينة فين تسكني دابا انا نقولها لك اخويا نقولها لك في بريفي لا من الاحسن واللي بغى يعاون لا من الاحسن الاحسن في اللايف باش الا كان شي واحد في نفس المدينة وبغى يعاونك شي خدمة يعاونك باش يسمعوا الناس المدينة باش الا كان شي واحد في نفس المدينة يعاون مدينة كبيرة لا ماشي مدينة كبيرة غير بلدية فيلاج وي فيلاج وتقدر تمشي لشي مدينة أخرى تخدمي فيها إلا لقاك شي شي خدمة أقرب مدينة ليا هي سطات نقدر نخدم فيها تقدري تخدمي سطات فوالا اللي بغا يعاوننا في خدمة بالنسبة للناس ديال سطات بغا الرقم ديال ريم يتواصل معايا في الصفحة الرسمية ونعطيكم الرقم ديال ريم واش غنقول لك ريم لا إله إلا الله هاودي كافي على ولدك هادشي عندي ما نقول لك صافي كافيين ما عندك ما دير بعض المرات تتخلي المخلوق الخالق فهمتي تسلمو امرنا الله عز وجل ما عندك ما دير قاصحه فاش تجي من اقرب الناس ولكن ربي رحيم ونتمنى ربي يسر ليك فوالا اللي بغى الرقم ديال ريم يتواصل معايا عبر الصفحه الرسميه بي دي ار او اسباس اش اي ال ا ال اي اللي بغى تخدمي فاش ما كان ياك فاش ما كان مش مهم المهم قيد ولدي في الحاله المدنيه ونوكل محامي ونوقف على قوة ولدي يعني ما بغيتش الولي اللي دار انا ضعت ولكن مازال شاف عمرك اختي شاف عمرك 20 عام مازال صغيرة مازال إن شاء الله الحياة قدامك نتمنى كل شيء دايما معها بشي دعوة ديال الخير ريم نتمنى الاتصال الجاي ديالك لقاك في مستقران مزيان وكل شيء بخير صافي ريم كنتمنى أخوي الله يسر لك الأمور يا ريم شكرا لك على المشاركة ريم مع الأسف الله إلا تسمع شي قصص تقول لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عفاكر دير الميكرو كي كان في الاول عفاك كلشي برك على قليب وبارطاجي كلشي قليب وبارطاجي. ما تسمعكش؟ الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. شتي دابا؟ شتي حيدي الكيت ولا ديريه؟ إلا ما دايرهش ديريه. واه. دابا كتسمعني مزيان؟ تنسمعك مزيان مرحبا بك. كي داير اختي؟ شتي مزيان؟ ربي يخليك اخويا بارك. الحمد لله خويا ربي يخليك لي طول لي عمرك مرحبا بك شنو الاسم موسى على شعطينا فاطمة القلب عامرة فاطمة واخويا الله الحمد لله هادشي اللي غنقول الحمد لله الحمد لله داكشي اللي كان احسن كلمة الحمد لله تفضلي فاطمة عاودي داكشي اللي قلتي
خويا القصه ديالي كتبدا انا كبرت يتيمه، تكرفصت في الحياه ديالي بزاف، راك عارف شي واحد اللي كيكون يتيم شنو كيوقع له. حليت عيني في الدنيا، ما تلاقيتش الوالده ديالي، تلاقيت غير الوالد الله يرحمه ويرحم امتي محمد. بلا ما نقول تفاصيل باش ما يعرفني حتى شي واحد. المهم الوالد ديالي عشت معاه واحد المده ديال عام، داتني واحد خالتي الله يرحمها حتى هي، داتني كانت هذيك الساعه والده، داتني باش ترضعني لحقاش انا الوالده ديالي توفات وخلاتني باقا صغيره. جلست معاه واحد جلست معاه واحد المده، وجابني الوالد ديالي رجعني ثاني للعروبيه. جلست معاه واحد المده، جات واحد الدريه من العائله بنت عمي كتخدم مع شي ناس في الدار البيضاء، قالت له عمي اعطيني هاد البنيته، اعطيني فاطمه نديها معايا للدار البيضاء عند واحد الناس يربوها. قال لي واخا عطاني ليها الوالد ديالي. انا كنت متعلقه بالوالد ديالي بزاف، لان فيه الام فيه كل شيء الله يرحمه مسكين. داوني انا صغيره، اش غنقول لك اخويا، قسما بالله العلي العظيم الله يغفر لهذيك السيده، راه ماتت الله يسمح لها، انا سامحتها حق الله. اخويا لا تفصل لي الكرسي خصيصا عند النجار والطابليه باش نوصل السويرجه باش نغسل المواعن. وانا صغيره يعني واحد البنيه اللي باغا تلعب باغا تقرا باغا باغا الام كنت صغيره. المهم العمر اللي داتني عليه ما عقلتش انا هذيك الساعه شحال في عمري. المهم انا صغيره يعني باغا غير نلعب، هما كانوا عائله لاباس عليهم، عائله معروفه لا داعي لذكر الاسماء باش ما ندير حتى حد. المهم مشيت اش غنقول لك، عذبتني ديك السيده ما نعاودش لك، كانت كتحيد لي حوايجي وكت تخوي عليا الماء بارد، وكانت هذيك الساعه القنبه ديال ديك اللي كانوا كيديروا السكر، عرفتي هذيك القنبه اللي كانوا كيعقدوا بها خمسه تشمرات ديال السكر، ما عرفتش واش كتبرمها وكترطبها في الماء، الا ما الا هرست شي ماعون ولا مثلا ما مسحتش شويه رجا مزيان. اللي كرهتني في حاجه سميتها الشقه ولا نتعلم نطيب ولا، المهم كان تعذب خصني دابا انا ولا في الوسواس، انا دابا ما حاكم عليا حتى شي واحد، وخاصني كل حاجه تكون في بلاصه، الكاس خاصو يكون تبري. كتفهمني اخويا بدر شنو كان نقول لك؟ عرفتي الكاس كتشمو ثلاثه المرات اربعه وكتعاود تخشيه لي في البانيو ثاني، تقول لي عاودي غسلي لامك وتحك لي يدي بالجيكس الحرش، عرفتي حتى الدم كيدوز ليا من يدي. وحق لا اله الا الله، كانت عندها واحد البنت ديالها راه باقا على قيد الحياه الله يغفر لينا جميعا الفريه، هي اللي كانت كتفكني منها، وكانت مربيه واحد البنت اخرى ثاني. المهم هذوك هما اللي كانوا كيفكوني، كانوا كيطاقوا عليا واحد شويه. وكانت هذيك الساعه هذيك لقيتها كانت التلفازه بيض كحل، فهذاك الوقت اللي انا كنت عندهم العقاب ديالي هو ما نتفرش في الرسوم، كنحمق على الرسوم الا درت شي ماعون ولا مثلا ما درتش ديك الحاجه خصني نتعاقب، ما نتفرش في التلفازه. كنمشي لواحد البلاصه فيها الظلمه، كان واحد جوج دفوف كتطر الضم في وسط الدار، كتكون الظلمه كتخشيني من الوسط هذوك هذوك، كتروح عليا المخاد بحال كتزمتني، فهمتي؟ تتربى فيا الخوف تربى فيا. المهم قاسيت مع ديك السيده حتى درت واحد السن ديال 13 عام، توفى الوالد ديالي الوالد ديالي، تحولوا هما من هذيك المدينه ديال الدار البيضاء، تحولوا لهاد المدينه اللي انا دابا قريبه لها على داعي الاسماء، تحولوا بداو سكنوا مع ديك البنت اللي مربينا حتى هي، كتجيو من العائله مربينا من حتى هي ملي كانت طريبيه، تزوجات الله يسهل عليها. الو نعم تنسمعك كملي. كتسمعنا في البال؟ كملي تنسمعك. المهم تحولوا، انا ذاك الساعه العمر ديالي 13 عام، توفى الوالد ديالي توفى الوالد ديالي واحد 4 شهور وما قالوهاش لي. الو ما تفهم، ما بقاش كيجي عندي على الجبهه، ما بقاش كيجي عندي ما كاينش اللي كيقول لي ربك. دابا كتسمعني مزيان خويا بدر؟ نسمعك كملي. قلت لك كنقول لهم با علاش ما بقاش كيجي عندي، علاش با ما بقاش كيجي عندي، كيقول لي لا راه غير دابا يجي دابا يجي دابا يجي. حتى واحد النهار عفوا كلشي برك على قليب باش ما يوقفناش اللايف بحال البارح، كلشي برك على قليب باش ما يوقفش اللايف بحال البارح.
كذلك انتما مر فاطمه اللي بغى انه يدوز معايا في اللايف يتواصل معايا برقم 0602078020 عبر الواتساب. اكتب لي العنوان ديال القصه ديالك، مجرد عنوان، اكتب العنوان ديال القصه ديالك في الرقم 0602078020 والناس اللي معنا هما اللي غيختاروا القصص اللي بغاو يسمعوها. اكتب العنوان ديال القصه ديالك، شنو طالي اصعب حاجه في القصه ديالك فاطمه؟ سي شي بلاصه فيها الكونيكسيون اختي، خليك في شي بلاصه فيها الكونيكسيون. دابا كتسمعني مزيان اخويا؟ تنسمعك مزيان اخويا، تنسمعك مزيان. اسمحي لي دقيقه نحط للناس الرقم ديال الواتساب بعدا. ايه الله يجزيك الخير. 2 07 80 20 فوالا. قلت لك هي هذيك كنسرق السم بحال هكا من ورا الباب، كنسمع بان الوالد ديالي توفى، جاني نهيار عصابي. فاش يدو دوني للسبيطار داوني لبويا عمر. اش غنقول لك، داوني لبويا عمر اخويا انا بنت 13 عام، ربطوني بالسناسل وكيعطوني العصا دوك الله يسمح ليهم هذوك الناس اللي في بويا عمر، تردوا لي الحمي كامل زرق. اسمح لي اخويا بعض الحزن ديالك على باك مرتي ياك، وهما بلاص ما يديوك عند الطبيب داوك بويا عمر. داوني خويا البويا عمر، ربطوني في واحد المده ما نقولش لك، وعاد باش خرجوني منه. فاش خرجت هربت ليهم، بقيت كنعس غير في الزنقه، انا صغيره كنعس غير في الزنقه. تلقاوني البوليس، فاش قالوا لي انا ذكيه، واخا ما قاريش ذكيه، وريتهم السميه ديال الناس والعلوان ديالهم داكشي، وجابوهم داونا عند وكيل الملك. قال لها وكيل، قالت لي انا راه مربياها وهادي ورباها عطيها لي الله يرحمه، دابا هي راه ما عندها لا عائله لا والو، ما عنديش لما نسلمها وهذا. قال لها ندير الخيريه. قالت لي لا راه غير الطيش ديال الدراري الصغار داكشي، راه هادي راه هادي. المهم هي خوها الله يرحمه كان شي واحد مسؤول نيت وداكشي دخلوه. المهم راك عارف درويش ليه الله، داتني ويا ريت. وحق الله اخويا بدر كنت كنتمنى وباقي كنقولها في خاطري لدابا، وكنصلي وكنقول يا ربي كون غير جيت قلبت على عائلة با وعائلة امي، كون كان عندي العقل كنمشيت للخيريه، ومن نكبر غير في الخيريه، ومن ما نكبرش وسط هاد العائله اللي قهرتني وتقهرت، وباقي كنتقهر لحد الساعه وتقهرت في وليداتي. جابوني عند واحد ولد عمتي، انا عمامي ميتين، جابوني عند واحد ولد عمتي عطاوني ليه، كيديني يسرح بيا البقار وحطب بيا وكيضربني ونعسني على الحصيره ديال السمار وما يغطينيش والشتا والبرد. المهم كنختصر لك، انا ما كنعاودش لك كلشي بالتدقيق، نختصر لك. مني كيعيا مني هذاك ولد عمتي، كنمشي عند دار عمي عند مراته الله يرحمها مسكينه، طلعت فيا الله يغفر ليها يا ربي ترحمها. هذيك السيده كوكا يعني اكثر من الام ديالي، هذيك السيده اللي كانت كدير عليا. المهم كنتحول من هاد الدار من هاد الدوار لهذا، صافي كنجي كنجلس مع هذيك بنت عمي اللي هي لحد الساعه راه باقه معايا واكثر من الام ديالي. هذيك كتحن فيا، توكلني تشربني هذا، كيجي تاني هذاك ولد عمتي اش كيدير ليا، كيقول لي يلاه راه بغاوك واحد الناس تمشي تخدمي عندهم، كيديني نخدم، كيشد هو الشهريه، وانا كنبقى على السطل والجفاف والتسيق في الديور وفي الفيلات وشي حاجه اللي ماشي قدر، ماشي الجسم ديالي ما قادرش عليها. واش فهمتيني؟ كنهز السداد هذيك الساعه تاع الحلفه، تقال تاكل في الكوزينه، تنعس في الكوزينه، ولادهم كيمشيو للمدرسه. اش غنقول لك اخويا بدر، يعني واحد الحياه ما كنتش كنتمنى لولادي، ودابا ملي بنتي تحطت في هذا المشكل كتعاود السيناريو. واش فهمتيني اخويا بدر؟ المهم كنمشي نخدم في الديور، هذاك ولد هو اللي كيتخلص عليا، كيشد عليا ديك الشريه، تعيت وانا نهرب. صافي وليت كنمشي من مدينه لمدينه، وليت كنعرف السماسريه، وليت كنمشي نخدم بوحدي انا في الديور، كنخدم وكنتخلص. كاين اللي كيخلصك كاين اللي ما كيخلصكش، كاين اللي تقول له صافي ما كتخلصينيش بغيت نمشي بحالي، كيقول لك غادي نعيط لك البوليس. انا المهم ركبوا فيا الخوف، انا عيط لك البوليس راكي سرقتي لينا. كنضطر نهرب، هذيك الساعه ما عندي لا لاكارت لا والو. حتى خدمت على واحد السيد خدام في المخزن الله يعمرها دار، هو اللي مسكين صايب ليا لاكارت ناسيونال، انا عندي الحاله المدنيه عندي كلشي، صايب ليا مسكين لاكارت ناسيونال، كيخلصني داك السيد مزيان الله يعمرها دار. بقيت جمعت واحد شويه ديال الفلوس، تحولت مشيت لاكادير، شديت واحد القهيوه هكا في واحد السونطه في واحد البلاصه، كريت ديك القهيوه كندير فيها المسمن والحرشه والحريره، وراك عارف طواجنا في المقيلات دوك الناس ديال السوق تما.
كان كيجي يجلس عندي دبت ولادي كيجلس عندي في القهوه، تبعني المره الاولى الثانيه الثالثه ما لقاش داكشي اللي بغا صافي، ويتصاحب مع الاخ ديالي الله يرحمه، صاحب مع الاخ ديالي قال له انا بغيت اختك للزواج وداكشي، وجابوا عرفوا على العائله ديالو داكشي، صدق خويا واخد اخته، خويا خد اخته الله يرحمه. المهم جا لي خويا قال لي تزوجي، قلت لي شوف اخويا انا اللي غنتزوج، غنتزوج بشي واحد اللي غينقذني من هذا الفقر وينقذني من القهره وينقذني من العذاب اللي انا دوزته وعشته. قال لي لا تزوجي راه الطاجين، حنا الناس تاع البلا الطاجين المغطي ماهوش كيف العريان. خويا كبر مني حشمت منه تزوجت بهذا السيد، تزوجت به هذيك الساعه فاش تزوجنا، تزوجنا جينا هنا العربيه درنا العقد وداك الشيء، جا سكن معايا بهذيك الكارسونيه اللي كنت كاريه انا، شد ديك القهوه ديالي، قلت لها انا ما غاديش نخدم دابا صافي وليت مرت الراجل، عينت من الخدمه انت غتمشي تشد ديك القهوه. ضرب ليا في الخدا واليابسه ودي خويا بادر الله ياخذ فيه الحق وهاد النار، كيتبرع على صحابه بالكوارو، يبيع الكارو بالبيع هو كيعطيه لي مفابور يشربهم من الحيره، خدامه مع السيده ما خلصهاش، ضطب ليا في القهوه صافي، طب ليا في القهوه عطيت الساروك من القهوه، انا مزيانه مع الناس الحمد لله وبقى لحد الساعه مزيانه مع الناس. قال لي السيد هاكي لقى هاكي الساروت ما تعطيهاش ليا، بداي من مادة وجديد ما تخلصينيش كاع فهاد الشهور توقفي على رجلك، قال لي با الحاج هاكا ساروتك انا غنشوف اش ندير. وليت كنضطر نخرج للفوار نخدم، كنمشي نخدم هو كيبقى ناعس، حتى ل 12 حتى للجوج حتى للوحده حتى نجي كاع مع الربعه الخمسه كنخدم العطش، انا تبارك الله بدراعي كنمشي كنخدم العطش عند الفوار، نجيب خضير طين نجيب، كيدوروا معايا الناس وجه الحباب بحال وجهك، كنجي للمحيي اليوم غدا اليوم غدا. خرجت كنتوحم بواحد الوليد مرت، انا عندي شويه ما كيعيشوش ليا الوليدات، مرت ما بقيتش كنقدر نخدم، قلت له يلا ديني السبيطار عندي فلوس زعما ماشي الفلوس ديالو، قال لي واخ البنو ديني السبيطار، تجاني نزيف الزوني السبيطار، نعس واحد المده في السبيطار، قالوا لي راه هادشي اللي في كرشك راه يقدر يعيش يقدر ما يعيش. المهم بقيت دار داك الوليد الله يرحمه دار في كرشي 9 شهور ما عنديش الامكانيات، مات ليا الوليد صافي طلع ليا الدم، جيت تحولت للعروبيه، جيت من قادر تحولت للعروبيه، جيت وحق الله اخويا بدر الا سكنت تحت الميكا، وهذا الشيء اللي تنقول لك راه عاشوه معايا الناس، راجلي معلم بالناي قباص جليجي نجار يعني عنده 7 صنايع ولكن ما عندوش العقل وما عندوش الدراع. جيت سكنت في العروبيه تحت الميكا، خرجت كنتوحم بهذه البنيه دابا اللي وقع لها المشكل، والو ما كيهش معايا المسؤوليه، كتصرف عليا هذيك بنت عمي، كان ارغان في البلاد كندق ارغان كنلقط الزيتون على الناس هكا اللي كانوا كيسوسوا، وقت الجلبانه كنمشي للجلبانه، المهم انا تندور مع الزمان. عاود ثاني هزيت رحيلي مشيت ثاني لاكادير، والو ما جابش الله ثاني، عاود ثاني تحولت مشيت واحد المدينه اخرى لا داعي لذكر اسمها، كريت بيت مع الجيران ب 10000 ريال كنخلص الدول، ما تمشي نخدم الميناج عند الناس كنخدم في القهاوي، هو ماشي شغل هو جيب له هذاك يلقارو يعني، واخا تمشي دير حتى شي حاجه اخرى وتجيب له الفلوس مزيان انت راك مزيان. صبرت صبرت عاود ثاني هزيت رحيلي رجعت ثاني للعروبيه سكنت، الله القسم الى حازمه البنيه ديالي في ظهري والله ربي شاهد عليا، وتنمشي لواحد المسافه باش كنجيب 10 كيلو ب 10 كيلو ديك الخنيشه تاع الفورس ديال 10 كيلو تنعمرها بالرمله وتنجيبها حتى درت قريبيز ديال الرمله وديال الكاياس، وكنستي الحجر الغليظ من رقي وربي راه شاهد عليا في هذا الشيء اللي تنقول لك، حتى دورت الستاره حتى درت واحد البيت وطلبت للناس القصب وطلبت للناس شراو ليا العود باش سقفت فين نجلس ودرت خامية وجلست وراجلي بالناي والجار. اسمحي لي قاطعك فاطمة، نعم بزاف الناس يكسبوا القصة ديال يوسف، واخا حنا نسالي مع فاطمة ونعاودو نصونيو على يوسف نشوفو شنو الجديد، واخا الناس اللي تيطالبوا باش انا نعيطو ليوسف نساليو مع فاطمة نعيط ليوسف. اسمحي لي قاطعتك فاطمة، كملي القصة فاطمة. ماشي المهم انا تنختصر لك اخويا بدر باش نختصر لك. هي هذيك بقيت هذيك البنيه دارت 3 سنين خرجت كنتوحم بالوليد الاخر صافي، ولدت الوليد بلا ما نقول شحال في عمره ولا هذا، ولدت الوليد قررت باني خاصني نطلق صافي، انا خدامه على وليت غنخدم على 3 د الناس، وهذيك ام خدوج اللي معايا هي 4 د الناس ياك فهمتيني. صافي وقع المشكل، كان وقعت واحد القتيله عندهم في الدوار ديالهم، كان مشى فيها خويا الله يرحمه ومشى فيها شيخي الله يرحمه، كان السبب ديال الطلاق هو ديك المشكل اللي وقع صافي، طلقت طلب الطلاق درت طلاق الشقاق، مشيت طلقت وحق الله خويا بدر الا كنت كنخلص عليه المركوب باش يجي يحضر معايا في الجلسه.
صافي طلق ما في الاول قبل ارفضوا لي الطلاق، من الثانيه قبلوه لي طلقت، قال لي القاضي شنو تطلبي؟ قلت لي ما كنطلب والو، بغيت غير حريتي، ما بغيت والو. السيد انا ما متابعه حتى شي حاجه. خرجت صافي، خديت براتي، خرجت جيت بحالتي صافي. هذيك هي انطلاقتي، مشيت كنخدم في اكادير، كانت البنيه والوليد صغار تيقراو، البنيه كتقرا في التحضيري، الوليد باقي ما دخلش للمدرسه. قسما بالله خويا بدر، يا ما عمرني خصصتهم شي حاجه، الا كانت عرى انا باش نكسيهم هما، كان جوعانه باش ياكلوا بنتي وولدي. قسما بالله العلي العظيم، لو شتي جاز عليا فهادوك فاش كبرت هذيك البنيه وهذاك الوليد، معاناة شي حاجه اللي ما تقدرش نقولها لك. وكان سافر من مدينه لمدينه، تنخدم في الفارم في القهاوي، ونمشي للموقف، المهم خاصني نجيب لولادي، خاصني بنتي تكون عندها شكاره زوينه، البنيه تكون عندها سبردين، لدرجه ان الاساتذه ديالو كانوا كيقولوا لها كيسحب لينا والديك موظفين، حتى واحد ما كيلبس بحال داك اللبس في القسم اللي هما فيه. كتجي البنيته ديالي تبارك الله وصلها النبي هي الاولى في القسم. صافي دخلت الوليد للتحضيري، كنخليهم مع امي خدوج، كنخلي المصاريف ديال الشهر، كنخلي فلوس. هذيك الساعه ما عنديش هذا، ما عنديش الماء في الدار، كنا كنسقو غير من العوينه، اما دابا الحمد لله راه عندي الماء. والضو مدخلاه بالكريدي، جاهزه قرض ديال المؤسسه الارضيه باش كنخلص لهم الطريطات باش دخلت المكانه ديال الضو. المهم تنقول لها انت يا امي خدوج، هاد الفلوس راه ديال المرض الله يحفظ، هاد الامانه راه حطيتها لك، لا يعودي مرض ليا شي واحد في وليداتي ولا شي حاجه باش ديال الطبيب، هادي ديال الضو، هادي ديال المصروف، هادي كنعمر لهم الثلاجه، كنحط التقضيه الشهر وكنمشي. حتى ولادي ما كنشبعش فيهم، كنمشي نخدم. صافي هي هذيك، بقينا غاديين هكا هكا، الوليد كيقرا، البنيه كتقرا، تبارك الله كيجيو هما الاولين. جات واحد الفرصه ديال الناس كيتقيدوا في هادشي ديال اسبانيا، كنتفاجئ جاتني السيدة باني راني قيدني شي حد. مني مشيت للقياده قالوا لي بتي راه الشركه ديالك هي اللي رشحاتك، اللي كتخدمي معاها فكادير راه هي اللي رشحاتك لاسبانيا، راكي من المقبولين. فرحت، قلت الله غادي نبدل حياتي وحياه وليداتي. مشيت اخويا بدر تسلفت وتكلفت، وبعت واحد البقيعه كتوارت على الوالده ديالي الله يرحمها، حتى جمعت الفلوس، صيبت الباسبور، خلصت الفيزا، يعني ما نقولش لك، ما خليتش من جهدي، جمعت باجاجي، كنتسنى عيطوا ليا الناس المسؤولين بلا ما نقول لك سميه ديال الشركه، عيطت عليا اللي كانت مكلفه بينا، قالوا لي راه غدا تكوني في طنجه. مشيت لطنجه، صبحت تما، شديت البطيل حدا في كاين الباطو اللي غنمشيو فيه، كيعيطوا عليا كيقول لي راه البحر طالع، راه كاع اللي معاك في لوطيل وداكشي، راه حتى واحد ما غيخرج لاسبانيا تيهمد البحر. كنخلص لوطيل ب 50 درهم، وكناكل 50 درهم، هي 100 درهم في النهار، يعني تنقتصد غير باش كتخرج لي هذيك 100 درهم قد قد. مده شهر قل لي نهار، وانا جالسه في داك لوطيل عاد باش مشينا لديك اسبانيا الزينه. فاش سيدي مشينا، فاش بغينا نقطعوا، حق لا اله الا الله خويا بدر، الى الناس كيموتوا في البحر باش يقطعوا لديك البلاد. وانا كنبكي، ما بكات حتى شي مره من دوك العيالات اللي غاديين معايا، وانا تنبكي ربي اللي خلقني، لدرجه اني ما عقلت لا على الطريق، لا فوقاش مشينا، لا فوقاش حطنا الباطو، لا والو. طلعت مني، دخلت من الديوانه وانا تنبكي، تطلعت للباطو كصايقين لنا بحاشاك بحال البهيم، كتعرف البهيم اللي كتبغي تطلع على شي كامي وادي البيع السوق، بحال هكاك داروا لينا. طلعنا مشينا، وصلنا طريفه، قلبونا، دخلنا، طلعنا للكار، وصلنا، كنت فاجئ بان راه ما كاينه لا خدمه لا والو. شنو كنت فاجئ، جا الخيف في اللي سنين معاه الكونطرا ديال الشركه اللي عطاتنا ليه، قال لي يا بنتي انا راه ما طلبتكمش في هذا الشهر، انا راه طالبكم في الشهور اللي فاتوا، انا راه ما بقاتش عندي الفريزه. دابا الا بغيتو تمشيو تخدموا، كنتو غتخدموا معايا ب 7400 مغربيه، دابا راه بغيتو تمشيو تخدموا في واحد الفيرما اخرى ديال الارنداله، غتمشيو تخدموا 1500 مغربيه، والكاميرا تما دايره 10 دراهم، كاميرا ب 10 دراهم انا باش شريتها. اش لقيت اخويا بدر؟ هذيك السكن اللي عاطينا حنا ساكنين فيه، لقيت فيه واحد خيتي كتخرج، وسمح لي على هذه الكلمه الله يجازيك بخير، كتخرج العيالات بالليل، كديهم للبيران، كتسمصر فيهم باش كيجمعوا الفلوس باش كييجوا. هذوك اللي غروني انا قالوا فلانه جات ودارت الدار، فلانه جات وشريت راجل طوموبيل، فلانه جات ودارت، فلانه جات ودارت. انا ما قديتش اخويا على داك الشيء، ما عجبنيش، ما بغيت نحرق
عيطت لما للدار قلت لها تي انا راه غادي نحرق ولكن راه نقعد واحد 3 سنين ولا 4 ولا الله يعلم على ما نصايب الاوراق انا راه نمشي فين نشوف فاش ندير. انا كنعرف الناس تما عندي الناس معارف في اسبانيا. هضرات معايا البنيته ديالي قالت لي شوفي يا ماما راه الا ما رجعتيش انا غادي نمشي للزيتونه وغنشلق راسي. قلت لها صافي بنيتي نرجع. فعلا مشيت عند الخفي قلت لها عافاك انا بغيت نرجع مع هاد العيالات اللي راجعين. قال لي صافي رجعت بحالتي. مشى ليا داك المليون ديال الدرهم رجعت بحالتي للمغرب. هذيك الساعه البنيه ديالي كتقرا في السادس جيت رجعت للبلاد جلست ما بقيت لا مشيت لا الخدمه لا والو. جلست مقابله البنيه ديالي العام الاخر طلعت للكوليج طلع للسابعه. هنا في غتبدا خويا المعاناه. قالت لي ماما انا نجحت وجيت انا الاولى وبمرتبه الشرف وعطوني منحه ديال السكن. انا ماما بغيتك تشري لي بورتابل. قلت لها بنتي ما قلتي حتى شي عيب. فعلا اخويا بدر وانا كنوجه رساله لكاع الامهات الا بغاو وليداتهم يحيدوا لهم البورطابلات ويسمحوا لي على هذه الكلمه. انا كنقول لك الصراحه ملي شريت هذاك البورطابل كنت عارفه هذاك البورطابل هو اللي غيكون سبب معاناتي اللي كنعاني دابا ما كنتش غنعطيه لبنتي وما كنتش غنشري لها. خليت لها خويا البورطابل طلعت للسابعه الدريه وهي تفلست فليسه وحده ولا الشاغل المشغول ديالها هو البورطابل. يعني ديك هزيتي واحد البنت وحطيتي واحد البنت اخرى. ديك البنت المتخلقه المربيه الحشوميه اللي الجيران كيمدحوها والعائله كتمدحها ولات واحد الدريه اخرى بسبب التليفون. بسبب التليفون ما نكذبش عليك ولات كتطرق لي السويع في الكوليج. النوب الاول المشكل الاول كتطرق لي السويع. مشيت كنسول قال لي راه بنتك مطرقه الساعه كذا وكذا وكذا. جبتها للدار عرفتها انا ما ضربتهاش عرفتها. بقيت كنغوت عليها انا فيا العصب بقيت كنغوت على هذا. حيدت لها التليفون. فاش حيدت لها التليفون صافي مره يعني تفلست لي تفليسه وحده. بقاو الناس كيطلبوا فيا العائله وداكشي. قال لي صافي عطيها التليفون باش الدريه تقرا وداكشي عطيها التليفون. رجعت لها التليفون. كتسمعني خويا بدر؟ تنسمعك تنسمعك فاطمه كملي. رجعت لها التليفون. كانت هيك الساعه يلاه غتبدا كورونا من وراها جات كورونا. المهم عطيتها التليفون صافي قالوا راه كاينه كورونا راه خصكم تمشيو للدار تقراو عن بعد. هذا جبتها للدار صافي. ديك الدريه ما كتهز لا كتاب لا والو ما كاين لا جروبات لا قرايه لا حتى شي حاجه غير التليفون التليفون. ملي كنقول لها ارلي التليفون نشوفكم عامل كتهضري شداتو ضرباتو مع الارض ودايره له الكود. يعني ما خصكش تشوف الاسرار القرار ديالها مع من كتهضر ولا شنو تدير. اضطريت اني نستعن بواحد الدري من العائله كيعرف يدخل لهادشي ديال التليفونات وكيعرف بحال قلتي هاكر ولا ما تيقولوا لي. سمح لي انا راني ما قاريش. ماشي مشكل. قال لي شوفي راه بنتك دايره خبله في الفيسبوك راه شي هضره كتقول وراه هذا. المهم الحقيقه انا كنقول لك الحقيقه انا ما تنكذبش. صافي هي ديك بقينا هكاك حتى جاتني انا واحد المرضه مش كيت عليك. مشيت بغا نفتح مشيت للطبيب داكشي قال لي عندك الفتح. مشيت لاكادير نفتح انا يلا خارجه من العمليه يعني باقا هذا. كنتفاجئ عيط ليا المقدم ديالنا قال لي انتي راه بنتك راه تعرضوا لها شي وحدين وهي جايه من الكوليج راه ضروري خصك تجي. جيت هكاك بدا بالفالس ما باقا فكرتي وداكشي. جيت مشيت للبريكا ديكلاريت درت سيرتيفيكا لقيتها ما وقع لها حتى شي حاجه. ديكلاريت عند جدارمية وداك الشيء يعني مشى المسطره مشات مزيان. دخلوا جمعيات وقفوا معايا خديت حقي ما نكذبش على الله. تبريت في بنتي قلت لها بنيتي دابا جلسي عام في الدار ما كاين دابا كورونا وداك الشيء جلسي في الدار تاخذي القرار اللي يرضيك انتي اشنو باغا. قالت لي انا باغا نمشي من هاد الدوار ما نبقاش فيه. قلت لها فين غنديك يا بنتي الكراهم واخا يكون غير بدرهم غير بعشرة دريال هم كورونا انا ما خداماش عام دابا انا واقفه بلا خدمه يعني بزز باش كنجيب لك ما تاكل وشريت لك الكتوبه يعني وتعاونوا معايا وجه الحباب ما نكذبش حيت انا ما نكونش نكرت الخير. عاونوني الناس لاني انا طيبه شراو لي الكتوبه ليها عاونوني فيها رجعتها للمدرسه عاونتني الجمعيه درت استعطاف رجعتها المنحة تاني وداروا لي الجمعية تاني توقفوا معايا رجعت لها المنحة ديالها دخلتها للداخلية
بخير وعلى خير، ما خصات شي خير، وحق لا اله الا الله اللي لابسه خير من دوك اللي باباتهم لاباس عليهم. والباليزه مشريه ب 7000 ريال قسما بالله، ولا جيتي تشوفني انا فين ساكنه؟ ساكنه في عشا وبيت، وكنشري شي حاجه اللي ماشي في جهدي يا خويا بدر. مشيت كنقلبها، هو خدامه مع السيده ب 600 ريال، نقول لك الحقيقه، مره 600 مره 20 درهم مره 500 ريال، كل مره وشنو جيب الله الرزق. قهوه صغيره بحال قلتي قهوه كراج، ودايره مولين خدامه عندي الوليد مريض بالسكر. جيت للفيلاج عيطت عليها في التليفون، قلت لها هبطي عندي انت وخوك، جيبي لي اخوك وهبطي. جات هبطت عندي، عطيتها داكشي اللي كتب الله. قالت لي ماما راه باقي عندي المصروف تاع السيمانه. قلت لها زيديك هادي حتى هي، وانا راه غندي خوك بنيتي للسبيطار، وديري عقلك والله يرضي عليك وما تعطي حوايجك لحد. وهادي راك عارف الام. مشيت دي والدي للسبيطار، درت ليه التحليلات، عطاتو الانسولين ديالو والمسائل ديالو. الساعه 6 العشيه كيجيني تليفون، الو السلام عليكم خالتي فلانه هادي. قلت لها هي بنتي. قالت لي راه بنتك جمعات الساكادو ديالها، شكار اخواتها من الكتوبه دكاتها بالحوايج، وراها مشات مع واحد ثلاثه ديال الدراري. قالت غادي تحرق هي، راه عياتو ملات من هاد الدنيا. الله يا ربي السد العشيه هادي، وانا في المدينه وهي في العروبيه، كيفاش غندير انا تلقى هاد البنت؟ المهم ما نعاودش لك شنو وقع لي حالتي. لا خوت اسمعوا لي مزيان، عافاك كلشي بالك على قريب، حتى الله يبارك بداتي يوقف عندي، ما عرفتش انت هما ولا لا. عافاك باش ري فاطمه، فاطمه تسمعيني؟ نعم نعم. عافاك عاودي ما تبقى باختصار لان تيتقطع لك الصوت، ما تبقى باختصار. اه صافي. المهم اخويا هربت ليا مع دوك ثلاثه ديال الدراري، هربت ليا مشات معاهم. لقيناها، انا كنختصر لك بلا ما نعاود لك التفاصيل. المهم لقيناها من بعد، ديناها، درنا عاوتاني شكايه، عاوتاني جدارميه، عاوتاني لقيت بان هذوك عندهم مدخله في المخزن، داروا معايا القوالب، قلبتها ما لقيت وقع ليها والو، ديتها سكت. جبتها تاني هربت ليا خويا المره الثالثه، المره الثانيه هربت ليا مع واحد خينه، داها تكرفص عليها اغتصبها مزيان. شي درت شكايه لوكيل الملك، قلت له الله يجازيك بخير هاد البنت راه دارت لي، عاودت ليه كل شيء. قال لي سير قلبي عليها، شديها من داك جيبها للبوليس، انا غادي نديها للاصلاحيه. كنقلب انا والناس والعائله وداكشي، حتى لقيناهاش. هو من عرفني ديك لاريت كانت دا المدينه اخرى، واحد العروبيه اخرى بعيده على عروبيتنا حنا.